دش وداك للبصره. انا راح نروح معقول احنا معقول نصيب منك سكن احنا وعلى طبعا يعني شو اقول لك صار اللاعب لحظة ولك ما عندنا كاميرا انكسرت. يلا مصطفى روح هات يوم كير من نمبر 1 وراح ياخذ لي لقطه لقطه وين ويلا اخذ لي السلسله اخذ لي اي قص على ابي ذا سبور عشان ما يلقط السلسله حلوه ولا تعال شويه شويه روح علي هنا اشحن بسرعه لك يلا سوي لك كم تحت